بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء وبنات الطلاب، إن شاء الله النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات الـ Asset Based State Relations. هنحضر النهاردة موضوع الـ Law of Mass Action and the Asset Based Equilibrium in Water، قانون فعل الكتلة والاتزان الحمض القاعدي في المية. قانون فعل الكتلة بيقول إيه؟ The velocity of a chemical reaction is proportionally to the product of the active masses of the reacted substances. أن تفاعل الكتلة سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طرديا مع نواتج المتفاعلات. سرعة التفاعل الكيميائي تتناسب طرديا مع نواتج المتفاعلات. يعني لو عندي مثال A زائد B تفاعلوا هيدوني مركبات product C زائد D. فسرعة التفاعل بتاعي ده بتناسب طرديا مع النواتج بتاعت المتفاعلات. A زائد B تديني C زائد D. هنا التفاعل ده ينطبق على التفاعلات أو المركبات القواعد أو الأحماض أو الأملاح الضعيفة اللي هو السهم بتاعهم رايح جاي، السهم بتاعهم رايح جاي. يعني الـ Law of Mass Action ينطبق على المركبات والأملاح والقواعد الضعيفة. فلو عندي سرعة التفاعل الطردي، يعني الاتزان عندي السهم رايح جاي، يعني التفاعل رايح جاي بحسب قاعدة فاكرين قاعدة فيشر تيلي خدناها في الثانوية العامة، فأنا عندي التفاعل بيبقى رايح جاي. طيب سرعة التفاعل الأمامي اللي هو الفورورد الإف بتساوي إيه؟ بتساوي الـ VF، سرعة التفاعل الأمامي بتساوي كونستانت زي ما قلنا الريت بروبورشن التناسب يبقى كونستانت مضروب في في الرياكتانت في التفاعل الأمامي بتاعي. يبقى سرعة التفاعل الأمامي اللي هو الـ A زائد B بيديني كونستانت مضروب في الـ A والـ B. طيب سرعة التفاعل الخلفي أو الباكورد اللي هو الراجع بيساوي كونستانت مضروب في البرودكتس بتاعتي الـ C والـ D. VF عبارة عن سرعة V velocity سرعة التفاعل الأمامي، VB سرعة التفاعل الخلفي. لو عندي حالة اتزان إيه اللي يحصل؟ يبقى الميزان عندي وصل حالة اتزان، يبقى سرعة التفاعل الأمامي تتناسب تساوي سرعة التفاعل الخلفي. سرعة التفاعل الأمامي الـ VF تساوي سرعة التفاعل الخلفي في حالة اتزان، يعني التفاعل بتاعي وصل لحالة اتزان. يبقى الناحية الكفة اليمين بتساوي الكفة الشمال. يبقى الـ VF مضروبة في البرودكت بتاعتها بتساوي الـ VF بتساوي الـ VB. يعني الـ K مضروب في الـ A في الـ B، الـ KF مضروبة في الـ A في الـ B بتساوي الـ KB مضروبة في الـ F في الـ C في الـ D. طيب لو قسمنا الـ KF على الـ KB هيديني ايه؟ هيديني النواتج على المتفاعلات. الـ KF على الـ KB بتديني كونستانت تاني جديد اسمه الـ Equilibrium Constant أو الـ Ionization Constant. تاني قانون في الكتلة بيساوي تعريفه سرعة التفاعل تتناسب طرديا مع نواتج المتفاعلات زي ما مكتوب الاكسبريشن بالانجليزي عندكم قدامكم. يعني لو عندي برودكت رياكتنت تديني برودكتس، ينطبق اللو اوف ماس اكشن على او يطبق اللو اوف ماس اكشن على الاملاح والاحماض والقواعد الضعيفه، الاملاح الضعيفه الاحماض الضعيفه القواعد الضعيفه اللي هم السهم بتاعهم رايح جاي في التفاعل بتاعهم. فعندي سرعه التفاعل بتاع الفورورد بتاع الرياكتنت الـ A زائد B، قلناها بروبورشن تناسب يعني مضروب في كونستانت. فسرعة التفاعل الأمامي الـ velocity بتاع الفورورد رياكشن بتساوي كونستانت مضروب في الرياكتنت. سرعة التفاعل الخلفي أو الباكورد البرودكت بتضرب مضروبة في كونستانت. لو عندي حالة اتزان يبقى الـ VF بتساوي الـ VB، يعني الـ KF مضروبة في الرياكتنت بتساوي الكي بي مضروبه في البرودكت. طب لو قسمنا الكي اف على الكي بي دي هتساوي البرودكت على الرياكتنت. الكي اف على الكي بي بتديني كونستانت جديد اسمه الايكويبرام كونستانت او الايونيزيشن كونستانت. الاسيتيك اسيد اسيد بيز ايكويبرام ان ووتر، اسيتيك اسيد لما يتفاعل في الميه مضروب في الميه هيديني هيدرونيوم ايون او اتش 3 او بوزيتيف زائد اسيتيت انايون.
سيتريك اسيد ده حمض ضعيف، يعني السهم بتاعه رايح جاي. اسيد بيديله كونستانت جديد اسمه كي اي، اللي هو الايونيزيشن او الديسوشيشن او الايكوبيرال كونستانت، دي للاحماض الضعيفه. الكي اي بتساوي تحلل الاسيتيك اسيد اتش زائد اسيتيك على حمض الاسيتيك اسيد اسيتيك اسيد. طب لو عندي حمض بتاين 3 بيزك او داي بيزك اسيد زي ال فوسفوريك اسيد تراي بيزك او البوريك اسيد تراي بيزك، التحلل بتاعهم بيتم على اكتر من مرحله، كل مرحله ليها ايونيزيشن او ديسوشيشن كونستنت بتاعها، كل واحده ليها كي اي بتاعها. لو عندي مثلا داي بيزك اسيد زي داي بيزك اسيد زي الاوكزاليك اسيد مثلا، ده بتحلل على مرحلتين. اول مرحله كي 1 بتاعها دي ليها ديسوشيشن كونستنت او ايونيزيشن كونستنت بتاعها، تاني مرحله ليها ديسوشيشن كونستنت كي 2 او ايونيزيشن كونستنت بتاعها. لو عندي ترابيزك اسيد زي فوسفوريك اسيد بيتحلل على 3 مراحل، كل مرحله بيفقد فيها اتش، اتش 3 بتتحول ل اتش 2 بي او 4، اتش 2 بي او 4 بتتحول ل اتش بي او 4، اتش بي او 4 بتديني في الاخر بي او 4 ماينس 3. كل مرحلة ليها ايونيزيشن كونستانت فيها، الديسوشيشن كونستانت بتاعها، كي 1 10 اس ناقص 2، كي 2 10 اس ناقص 7، كي 3 10 اس ناقص 13. كي 1 وكي 2 الايونيزيشن كونستانت بتاعها 10 اس ناقص 7 10 اس ناقص 2، يعني الحمض نفسه البروتون بتاعها قوي في الحالة دي، اقدر اقيسه اقدر اشوف انديكيتور بحسه. لكن كي 3 تعالوا هنا 10 اس ناقص 13، 10 اس ناقص 13 ده معناه ان الحمض ضعيف جدا جدا، مفيش حاجة تقدر تقيسه. خدنا ثانوية عامة كده، ثانوية عامة قبل كده الديسوشيشن بتاع المية، المية التأيون بتاع المية برضه، مية ضعيفة جدا جدا في التأيون بتاعها، اديني اتش و اتش ماينس، ليها الكونستنت بتاعها اللي هو الكي دبليو، الانيشن كونستنت بتاع الواتر حسب لو اوف ماس اكشن البرودكت على الرياكتنت، H في ال OH ماينس على H2O المية كي دبليو بتاعتي. المية ضعيفة التأيون جدا 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 جدا، صعب انها تأيون المية، عشان كده احنا بنعتبرها ما تأينش خالص. يعني H2O ده بعبر عن التركيز بتاعها انه زي ما هو قاعد، ما هو متغيرش ابدا، يعني مثلا جزء من مليون جزء هو اللي تأين منه، فاعتبرها ان هي ما تأينش المية، بس كده بعبر عنها ان تركيزها زي ما هو موجود التركيز بتاعها واحد. يبقى كي دبليو بتساوي اتش في الاو اتش على واحد، كي دبليو بتساوي اتش في الاو اتش ماينس الكي دبليو بتاعها، الانيشن كونستنت بتاعها بيساوي 10 اس ناقص 14 عند 25 درجه مئويه، يبقى الاتش في الاو اتش بيساوي 10 اس ناقص 14، يبقى تركيز الاتش الواحده او تركيز الاتش بيساوي تركيز الاتش، يبقى كل واحده 10 اس ناقص 7، 10 اس ناقص 7. لو حطيت لها البي او اتش البي البي الكي دبليو، اخدت لها البي كي دبليو البي كي دبليو، خدت لها البي ناقص صغيرة من الطرفين، تديني كي دبليو بي كي دبليو بتساوي 10 تساوي 14، يبقى البي اتش بتساوي البي او اتش تساوي 10 اس 10 تساوي 7 كل واحدة فيهم. اكبر من 7 يبقى الكلاين، اقل من 7 اسيدك سوليوشن، 7 نيوترال، دي خدناها قبل كده في الثانويه العامه، ودي جاست ريمايند جاست تذكره ليكم. اسم الهيدروجين هو ناقص لوغاريتم، خدناها دي او اتش، البي اتش بيساوي ناقص لوغاريتم الاتش، البي او اتش بيساوي ناقص لوغاريتم الاو اتش، الاتش في الاو اتش بيساوي الكي دبليو بيساوي 10 اس ناقص 14، البي اتش زائد البي او اتش بيساوي 14. وهنا عندنا الصور دي بتمثل لي حاجات اسيدك وحاجات نيوترال وحاجات الكالين، الليمون عصير الليمون اسيدك، الخمرة اسيدك، المطرة اسيدك، البلد 7.5 يعني نقول عليه ممكن نقول عليه نيوترال،
الصودا، الكنزات، الصودا في الكنزات دي بتبقى الكالاين. منظفات ديترجنتس بيتش 3 10 برضو الكالاين. مسحيق الغسيل الكلام ده بتبقى pH بتاعتها 12.5، دي تبقى الكالاين. البفر سوليوشن المحلول المنظم ده خدناه قبل كده برضه في ثانوية عامة ودرسناه في السبعينات أو في الترم الأول أو في أي مقرر. إيه تعريف المنظم؟ المحلول المنظم هو المحلول الذي يقاوم التغير في pH. أنا عندي pH بفر سوليوشن pH، في عندي pH معينة، يعني محضر بفر ب pH معينة. المحلول ده يقاوم التغير في البيتش بتاعته، البيتش بتاعته ما تأثرش ما يتغيرش قوي. لما أضيف كمية صغيرة من حمض أو قاعدة قوي أو حمض قوي على البفر ده يبقى solution just resist change in pH upon the addition of small amounts of acids or alkals. أنواع البفر إيه؟ إما حمض ضعيف والملح بتاعه، أو قاعدة ضعيفة والملح بتاعها زي حمض الأسيتيك والصوديوم أسيتيت، حمض والملح بتاعه، أو الأمونيا والأمونيوم كلورايد، قاعدة والملح بتاعها. طيب إزاي بغير بيقاوم التغير في البيتش بتاعتي؟ أنا فرض إن عندي أنا أسيتيك بفر بيتكون من الاسيتيك اسيد والصوديوم اسيتيت، انا هاجي اروح اجيب شوية حمض اضيفه مع حمض من قاعدة حمض قوي اضيفه على البفر بتاعي ده. الحمض يعني اتش بروتون، اتش بروتون هيتفاعل مع الملح الموجود في الملح مع الموجود في البفر بتاعي مع الصوديوم اسيتيت، مع اسيتيت اي سي ماينس، هيكون لي الاسيتيك اسيد. تمام، لما كون الاسيتيك اسيد، الاسيتيك اسيد ده حمض ضعيف، البي اتش بتاعتي اتغير تغير طفيف مش مؤثر، نيجليجابل، مهمل. يعني لما ضفت حمض على البفر بتاعي، الحمض اتفاعل مع الملح بتاع البفر، هيكون لي حمض بتاع البفر تاني اسيتيك اسيد، يعني صوديوم اسيتيت هتفاعل مع الاسيد هتكون لي اسيتيك اسيد تاني. كمية الأسيتيك أسيد زادت في البفر سوليوشن في البفر بتاعي، ولكن أتأثر لي على البيتش تأثر خفيف خالص جدا أقدر أهمله. يعني مثلا البيتش عندي كانت محضرة بيتش 6، لا هي تبقى 6.1 مثلا، 6.1 مثلا دي لا دي كمية مهملة، أنا ما أقدرش، مش مؤثرة معايا. طيب هفترض إن هجيب قاعدة هضيف على البفر ده، القاعدة تروح زي الأسيتون المدروسية تروح متفاعلة مع البفر بتاعي تروح مكونالي أسيتيت صوديوم اسيتيت تاني، زادت كمية الصوديوم اسيتيت البيتش بتاعتي زادت شوية، بيت في الكلان رينج، بس برضو الزيادة بتاعتها زيادة طفيفة مهملة اقدر اهملها، مش هتأثر تأثير كلي على كامل على البفر بتاعي. طبعا البفر بتاعي حافظ على البي اتش بتاعتي ده لو كان عندي اسيتيك بفر. طب كان عندي بيسك بشر بفر زي الامونيا والامونيوم كلورايد، انا هضيف بروتون اسيد على البفر ده، الأسيد هيتفاعل مع الأمونيوم هيدروكسيد يكون لي أمونيوم كلورايد، كمية أمونيوم كلورايد زادت في البفر عندي والبيتش بتاعتي اتأثرت، بس ولكن التأثير بتاعها نيجليجابل مهمل. هضيف قاعدة على البفر تروح القاعدة متفاعلة مع الأمونيوم كلورايد ترجع تكون لي أمونيوم هيدروكسيد، كمية أمونيوم هيدروكسيد زادت في البفر بتاعي في السوليوشن بتاعي، ولكن الزيادة بتاعتها أثرت على ما غيرتش البي اتش بتاعي، بس تغير طفيف أقدر أحمله، يبقى كده البفر بتاعي حافظ لي على البي اتش بتاعة السوليوشن بتاعي. هندرسون هاسلباخ إيكويشن فور بفر سوليوشن، العالم اللي عمل المعادلة بتاعة البفر سوليوشن هو اسمه هندرسون، أو ممكن نقول عليه هندرسون صح، هندرسون هاسلباخ صح، هاسلباخ لوحده صح، هندرسون لوحده صح، هاسلباخ لوحده صح، هند مع بعض الاثنين صح. اسيتيك مع الاسيد صوديوم اسيتيت، الاسيتيك اسيد عندي بيتقيم بيديني اسيتيت و اتش بروتون،
الاديشن كونستانت بتاعها حسب قاعدة حسب القانون في الكتلة بيساوي كي بتساوي البرودكت اتش والاسيتيت على الاسيتيك اسيد. عايز احط ناقص لوغاريتم الطرفين، ناقص لوغاريتم الكي تساوي ناقص لوغاريتم اتش ناقص لوغاريتم الاي على الاسيتيت على الاسيد على الاسيتيك اسيد. انا عايز احسب البي اتش بتاعت البفر ده، فالبي اتش هعدي لناحية ناقص لوغاريتم الاي على الاسيتيت على الاسيتيك، او دي ناحية تانية ناحية اللوج كي اي لوج اي على الاسيتيك اسيد الاسيتيت على الاسيتيك اسيد ناقص لوغاريتم الكي اي بتساوي ناقص لوغاريتم الاتش بروتو. الاقواس دي معناها الكونسنتريشن بتاع كميه الاقواس دي بين قوسين اتش او اسيتيت او اسيتيك اسيد، دي بتعبر الاقواس بتعبر عن الكونسنتريشن، الاقواس دي بتعبر عن الكونسنتريشن يعني الكونسنتريشن بتاع الاسيد على الكونسنتريشن بتاع السولت على الاسيد الكونسنتريشن بتاع البروتون او البي اتش بتاعتي. طيب انا خدت ناقص لوغاريتم الطرفين، فكده عندي البي اتش بتساوي بي كي اي زائد لوج الاي الاسيتيت السولت على الاسيد. لوج السولت على الاسيد يعني تركيز السولت في المحلول عندي وتركيز الاسيد في المحلول بتاعي عندي، والبي كي اي اللي هو ده كونستانت بتبقى موجود في تيبلز في الاورجانيك في الكيمياء الكتب الكيمياء التحليليه، لكل اسيد او كل بيز ليه كل اسيد ليه البي كي اي بتاعته ثابته موجوده في تيبلز محسوبه موجوده في تيبلز. طيب عند تساوي تركيز الاسيد والسولت بتاعه في المحلول يبقى البي اتش بيساوي البي كي اي زائد لوج التركيز متساوي السولت على الاسيد التركيز بتاعهم متساوي يعني حاسس القسمه بتاعتهم بتساوي واحد. لوج الواحد حطناه في الرياضه بكام؟ بصفر. وفي الحاله دي البي اتش بتاعتي بتساوي البي كي اي بتاعت المحلول بتاعي بتاعت البفر سولوشن بتاعتي. ده المعادلة بتاعت الأحماض والقواعد الضعيفة، الأحماض والملح الضعيف والحمض الضعيف والقاعدة بتاعته. التانية الملح الضعيف والقاعدة الضعيفة والملح بتاعها أمونيوم هيدروكسيد والأمونيوم كلوريد، نفس المعادلة اللي فوق بس بطرحهم من البي كي دبليو. البي او اتش بتساوي البي كي بي زائد لوغاريتم السولت على البيز. طب البي اتش بتاعت البفر ده بتساوي بي كي دبليو ناقص البي كي بي ناقص لوغاريتم السولت على البيز. انا حسبت البي اتش بتاعتي، عايز احسب انا حسبت البي او اتش عشان ده ملح ضعيف حمض قاعده ضعيفه والملح بتاعها، انا حسبت البي او اتش بتاعتهم عشان ده ضعيف قواعد ضعيفه، لكن عايز احسب البي اتش مش البي او اتش. فهذا احنا في المعادله بتاعت الاديشن كونستنت بتاع الميه بي كي دبليو بتساوي البي اتش زائد البي او اتش. يبقى البي اتش بيساوي ايه؟ بي كي دبليو ناقص البي او اتش. بي او اتش حسبناها هنا في المعادله بي كي بي زائد لوغاريتم السولت على البيز، يبقى كده البي اتش يساوي بي كي دبليو ناقص البي كي بي ناقص لوغاريتم السولت على البيز. طيب موضوع جديد معانا اللي هو البفر كاباسيتي. البفر كاباسيتي ايه معنى كاباسيتي؟ يعني السعه او قدره البفر بتاعي على التحمل. يعني البفر احنا قلنا البفر سوليوشن هو المحلول بينظم المعامل، المحلول المنظم ده اللي هو بيقاوم التغير في البي اتش بتاعتي. طب هيقدر يقاوم لحد امتى؟ هيقدر يقاوم لحد امتى؟ فكل ما كان يقدر يقاوم يعني يقاوم التغير او مضيف اسيد او بيز كميه يقدر يقاوم بتاعه اضافه بتاعه البي اتش بتاعتي تبقى ثابته عند اضافه كميات كبيره من الحمض والقاعده، كل ما كان البفر بتاعي ده كويس. فهو البفر كاباسيتي اللي هو تعريفه ايه؟ كمية اللي هضيفها من القاعدة أو الأسيد من سترونج أسيد أو سترونج بيز عشان تغير لي البفر سوليوشن بتاع البي اتش بتاعته بمقدار واحد بي اتش يونت. كان ستة بقى سبعة، كان سبعة بقى تمانية، كان ستة بقى خمسة، كان سبعة بقى ستة، وهكذا يعني بيتغير البي اتش بتاعتي بمقدار واحد.
فعايز اعرف الكميه اللي هقدر اضيفها بالحمض بتاعي، القاعده القويه او الحمض القوي بتاعي اللي هتغير البي اتش بتاعتي دي لمقدار 1 بي اتش يونت. بصفه عامه البي اتش البفر كاباسيتي بتاعتي بحفظها في مقدار 1 ل 10 و10 الى 1. ايه المقصود ب1 ل10 و10 الى 1؟ يعني احسن بفر كاباسيتي عندي لما يكون تركيز الاسيد والسولت اما 10 مرات اعلى او 10 مرات اقل. تركيز السولت اللي هو البيز فوق على الاسيد 10 مرات اعلى يبقى 10 على 1، او 10 مرات اقل 1 على 10. ده الرينج ده بيديني احسن بفر كاباسيتي. طيب البيتش هتساوي البي كي اي زائد لوغاريتم 10 الى 1 او 1 على 10. 1 على 10 او 10 على 1، لوغاريتم 10 بكام؟ لوغاريتم 10 على 1 يعني معناها لوغاريتم 10 دي تساوي 1. طيب لوغاريتم 1 على 10 بتساوي ماينس 1، يبقى عندي البفر كاباسيتي بتاعتي احسن بفر كاباسيتي لما تساوي البي اتش بتاعتي بتساوي البي كي اي زائد او ناقص 1. ده احسن بفر كاباسيتي عندي. ماشي يا جماعه؟ الموضوع التاني الجديد المهم معانا اللي هو الانديكيتورز، الكواشف اللي بستخدمها في كشف الاند بوينت بتاعتي. ايه هو التعريف البفر الانديكيتر؟ ويك اسيد اور ويك بيز. يتغير اللون بتاعه والتغير في البيتش بتاعتي. اسيد بيز انديكيتر عندي خدنا في برسيمتريك انديكيتورز، هناخد كومبلكس متريك انديكيتورز برضو. اسيد بيز انديكيتر بيتش اللون بتاعهم بيتغير تغير في البيتش. برسيمتري التغير بيتغير في البي كي في الكي اس بي، احتمال بتحصل ذوبانيه. في الريدوكس ان شاء الله هتحصل السمستر الجاي ان شاء الله حسب التغير في الاكسديشن بوتنشال الجهد الكهربي. فانا هنا عندي البفر النيوترال الانديكيتر بتاعي اللي هو ويك اسيد او ويك بيز، يبقى لازم يبقى شرط بتاع ويك اسيد او ويك بيز عشان يبقى حمض او قاعده عشان يتغير اللون بتاعه. اللون بتاعه بيتغير حسب تغير ايه في البي اتش. امثله ليها الفينوفيتالين او الميثايل اورنج انديكيتورز، دول اكتر مثالين في الانديكيتورز بتاخده معانا بنستخدمه معاهم في الشغل بتاعنا في المعامل. طب ايه الثيوريز بتاعه التغير في اللون بتاع الانديكيتورز دول؟ في عندي نظريتين، اوستوالد ثيوري والكروموفوريك ثيوري. اوستوالد قال ايه؟ اوستوالد او اوستفالد، تنظر اوستوالد او اوستفالد، ممكن تنظر بالاثنين يعني لو كان الماني تبقى الدبل تنظر في اوستفالد. يعني الانديكيتور التغير بتاع اللون بتاعه نتيجه تغير الايونيزيشن فورم بتاعه، الايونيزد فورم للون والنون ايونيزد فورم للون. الايونيزيشن بتاعي او ديسوشيشن بتاعي ليها الوان مختلفه، ديسوشيتد فورم للون والنون ديسوشيتد فورم للون تاني، الايونيزد فورم للون والنون ايونيزد فورم للون. ده اللي هو الاوستوالد ثيوري. طيب ايه هي الكروموفورك ثيوري الثانيه؟ بيقول لك التغير في اللون بتاع الانديكيتر بتاعي يعتمد على وجود unsaturated chromophoric groups. كروموفور معناها ايه؟ كروموفور كروم جاي من كلمة color، فور لاف محب للون، كروموفوريك حاجات محبة للون، unsaturated معناها double bond triple bond alkene او alkynes زي N double bond on N double bond N C double bond C NO NO2 دي كلها كروموفيريك جروب. وجود المركبات دي المجموعات دي في المركب بتخلي الشكل الكيميائي بتاعه بيتغير من شكل من فورم لفورم، فده بيخلي اللون بتاعه يتغير، ودي النظريه الاصح. كروموفور ده ان شاء الله السنه الجايه في السمستر بتاع السبيكتر بالتفصيل ان شاء الله. اوكسوكروم ايه معناها؟ دي فانكشن جروب وجودها في المركب بتزود اللون زي الـ OH والـ NH2، وجودها في المركب بتاعي في الانديكيتر بتاعي بتزود اللون، ده اللي هي الأوكسوكروم. طيب ايه اللي بيحصل في الأسيد ميديا أو في الألكالين ميديا أو الأسيد ميديا؟ الشكل الكيميائي بتاع المركب بيتغير نتيجة تغيير الإلكترونات رايح الأنساتوريشن، غير ده بيتغير بيحصل له
structure rearrangement. Arrangement بتغير شكل المركب بتاعك، بتحول من خلاص سمعنا عن حاجة اسمها بنزونيد structure في الأورجانيك وكينونيد structure من بنزين للكينون. فالشكل الكينون ده بيبقى هايلي كونجوجيتد فيبقى ليه كلر أعلى، البنزين structure بيبقى الكلر بتاعه أقل. فال structure arrangement بيحصل في المركب بتاعي بيتغير من بنزونيد structure للكينونيد structure. طيب الانيديشن بتاع الانديكيتر، احنا زي ما قلنا احنا ويك اسيد او ويك بيز، ويك اسيد او ويك بيز زي ما احنا قلنا الانديكيتر اما ويك اسيد او ويك بيز، يعني السهم بتاعه التأيون بتاعه السهم رايح جاي. فال اتش، ال اتش انديكيتر يعني اسيدك انديكيتر بتقيم بيديني اتش بروتون زائد السولت بتاعه. الانيزد فورم ده ليه لونه او الاسيدك كلر بتاعه، الانيزد فورم اللي هو البيزك كلر بتاعه. طيب عايزين نحسب الكي انديكيتور المعادلة بتاعته. الكي انديكيتور يساوي البرودكت على الرياكتان انديكيتور السولت بتاعي البيزك كلر بتاعه في الاسف في البروتون على تركيز الانديكيتور نفسه. طيب الاتش بتاعتها هتساوي ايه؟ كي انديكيتور مضروبة في البيزك كلر على الاسيدك كلر. ناخد ناقص لوغاريتم الطرفين، الاتش بيساوي البي كي انديكيتور زائد لوغاريتم تركيز البيزك كلر على الاسيدك كلر. لو وصلنا مرحلة تساوى فيها البيزك كلر مع الاسيدك كلر ايه اللي هيحصل؟ البيتش تساوي ايه في الحالة دي؟ هتساوي البيتش في الحالة دي هتساوي البي كي انديكيتور. يبقى الاسيدك كلر يساوي البيزك كلر في الحالة دي، البيتش بتساوي تساوي البي كي انديكيتور زي ما قلنا في البفر سوليوشن قبل كده. طب انت تساوي البي كي اي مع البي اتش، البي اتش يساوي البي كي انديكيتور في الحاله دي بنسميها ميدل ذا ميدل تنت اوف ان انديكيتور. تنت معناه ايه؟ تي اي ان تي مش تي اي ان تي، تي اي ان تي معناها صبغه او لون، تي اي ان تي دي تساوي معناها خيمه. ميدل تنت اوف انديكيتور معناها اللون الوسطي للانديكيتور بتاعي، اللون الوسطي للانديكيتور بتاعي. ايه هو اللون الوسط الانديكيتور؟ هو البي اتش في الحاله دي بتساوي البي كي اي اللي هي فيها البيزك كلر بيساوي الاسيتيك كلر بتاع الانديكيتور بتاعي. زي ما قلنا في البفر كاباسيتي بره قبل كده ان البي اتش بتاعتي لو تبقى عند البي كي انديكيتور بتساوي البي كي اي زائد او ناقص واحد اللي هو احسن بفر كاباسيتي. نفس الفكره هنا برضو، احسن تركيز البفر الكلر بتاع الانديكيتور بتاعي بيبقى في الرينج، احسن رينج ليه عشان يتغير فيه اللون بتاعي، يبقى تركيز الاسيدك كلر البيزك كلر على الاسيدك كلر اما مره 10 مرات اعلى او 10 مرات اقل، 10 مرات اعلى او 10 مرات اقل. ده الفيجر اللي قدامنا الرسمه بتاعتي. طيب في حاجه تانية اسمها ترانزيشن انترفال. ترانزيشن انترفال ايه معنى ترانزيشن انترفال؟ معناها المرحلة الانتقالية، المرحلة الانتقالية. ايه هي المرحلة الانتقالية؟ يعني اثناء التيتريشن برضو، اثناء التيتريشن انا بعمل تيتريشن، اثناء التيتريشن في المعمل كان في مرحلة بيوصل فيها اللون خلاص يكون انديكيتور للونين زي المثال الاورنج. كان في مرحلة بحس انه في مش قادر احدد اللون ده وصل اورنج ولا يلو، من اورنج يلو. في مرحلة وسطية ما اقدرش احس اشوف الانديكيتور وصل اللون بتاعه ولا لا، دي اللي بنسميها ترانزيشن انترفال. از انترفال during which shades of color are produced extending between the two color form. يعني في مرحلة في مراحل التيتريشن مش قادر اقول الانديكيتور وصل اللون بتاعتي جت ولا لسه، ده اللي هو الشيدز اوف كلر بتاعتي. الجدول ده ممثل عبارة عن امثلة لانديكيتورز مختلفة. في مثالين بتغير من بينك كلرلس، مثال اورنج من يلو لريد او اورنج. نلاحظ البيتش بيشتغل بيه ان البي اتش بتاعت المثال في المثالين بيشتغل في الالكالين بي اتش من 8 ل 10. مثال اورنج والعيله بتاعته بيشتغل في في الاسيد كرين من 2 او من 3 ل 4. طب واحد هيقول ده الفينوفيثالين اسيدك انديكيتور، مثال اورنج بيزك انديكيتور. هو بيزك بس بيشتغل في الاسيدك رينج. الفينوفيثالين
اسيدك بس بيشتغل في الرينج بتاع التغير اللي هو الكلر بتاعه، بيشتغل في الالكالين رينج بتاعه. فاكرين كروموفيريك ثيوري ان احنا وجود مركبات مجموعات انساتوريتد كروموفيريك جروب موجوده في المركب بتاعي، التغير الكيميائي بتاعها بيخليها تتغير من شكل لشكل، من البنزونيد ستراكشر للكينويد ستراكشر، ده بيديني ليها اللون بتاعي. فعندنا مثال الفينفيتالين اهو في السلايد على الشمال فوق، الستراكشر بتاعه ده موجود في شكل البنزونيد ستراكشر في البي اتش 7، بيبقى كلرليس ملوش لون. طيب رفعنا البي اتش خليناها من 8 ل 10، بدأ الشكل بتاع الكيميائي التغير بتاعي بدل ما هو كان بنزونيد ستراكشر اتحول الكينونويد ستراكشر، كينون او دي الكينون اهو موجوده، كينون سي دبل بوند سي حلقه بنزين فيها دبل بوند اكسجين، ده هو الكينونويد ستراكشر، كينونويد ستراكشر. فالشكل الكيميائي بتاعي اتغير، ليها كونجوجيشن اعلى، تداخل ارتباط خط كونجوجيشن في العضويه. ف الكونجوجيشن ستراكشر ده هو كان سبب زيادة اللون بتاعي، تغير اللون بتاع الفينوفيتالين من كالرليس لبينك. طيب هل يفضل من كالرليس لبينك مع زيادة البيتش على طول؟ لا، لحد مرحلة معينة، لحد بي اتش 11 بيبقى من بينك كالرليس موجود في البنزونات لكينويد ستراكشر موجودة. طب فوق بي اتش 12 بيحصل ايه؟ الفينوفيتالين بيتحول لحاجة اسمها تراي بيزك سولت، تراي بيزك سولت اوكسجين ماينس، فقدت الاكسجين بتاع البروتون بتاعها، الكربوكسيل فقدت البروتون بتاعها، ده اسمه تراي بيزك سولت. تراي بيزك سولت ده بيرجع تاني ملوش لون. كفريزون فينوفيتالين at pH 12 has no color because it has the tri basic form، تراي بيزك سولت فورم، او الشكل اللي هو تراي بيزك سولت، الشكل بتاعه بيبقى في تراي بيزك سولت، عشان كده هو ملهوش لون، تحول لتراي بيزك سولت. الجزء اليمين هو المثال الاورنج، نفس الفكره، بتغير من بنزينويد ستراكشر لكيونويد ستراكشر، برضه بيبقى من يلو لاورنج. طب ايه الفاكتورز بتاثر معايا التغير بتاع الانديكيتور بتاعي؟ فاكتورز بتاثر معايا تمبريتشر، اللي بيزيد الحرارة بيزود الانيزيشن بتاع الانديكيتر بتاعي، يزيد اللون. تركيز الايون، تركيز السولت بتاعي، المادة بتاعي، يعني لو يكون تركيز خفيف ممكن تبقى التغير بتاع الانديكيتر بيبقى صعب اشوفه، يبقى التركيز عالي بتاع الدرج بتاع المادة بتاعتي، تركيزها عالي يبقى التغير بتاع الانديكيتر بيبقى سهل. تركيز المحلول، تركيز الانديكيتر في المحلول برضه. طيب لو في عندي اورجانيك سولفنت، اورجانيك سولفنت بتقلل الانيزيشن بتاع الانديكيتور، بتمنع الانيزيشن. الكولويد بارتكلز، المركب بتاعي الملح بتاعي مثلا في الترسيب، في الترسيب ممكن الانديكيتور يحصل له ادسوربشن على البارتكلز دي، فبالتالي ما يحصل له ايه، بيقلل لي اللون بتاع الانديكيتور بتاعي. يبقى كده خمس حاجات: تمبريتشر، الكترويد كونسنتريشن، الانديكيتور في السوليوشن تركيز بتاعه، الاورجانيك سولفنتس، والبريزنس اوف كولايد بارتيكلز، دي الفاكتورز اللي بتاثر عني على التغير في اللون بتاع الانديكيتور بتاعي. التايبس اوف انديكيتور، التايبس اوف انديكيتور، انواع انديكيتور. اول واحد اللي هو يونيفرسال انديكيتر او مالتي رينج انديكيتر، يونيفرسال انديكيتر او مالتي رينج انديكيتر. ايه هو اليونيفرسال انديكيتر ده؟ اللي هو سمعنا عن الفلتر بيبر او شفناه واشتغلنا بيها، الفلتر بي اسمه ده الليتمس بيبر، ورقة عباد الشمس الحمراء والزرقاء. اليونيفرسال انديكيتر ده تقريبا الشغل بتاعه، الميكانيزم بتاع الشغل بتاعه شبيه بدول، انه بيحدد لي الاند بوينت بتاعتي، رف ديترمينشن للاند بوينت بتاعتي. ازاي؟ انا بيقول البي اتش بتاعتي تتغير في الرينج بتاعتي في 8 ل 9، في الرينج ده من 8 ل 9، يعني بيقول لك البي اتش الاند بوينت بتاعتك هتيجي من 8 ل 9، بس بالظبط كام دي ما اعرفهاش. هو بيديك رف ديترمينشن، تحديد عشوائي للاند بوينت بتاعتك، بيقول لك هتبقى في الرينج من كذا لكذا. زي الليتمس بيبر ورقة عباد الشمس بتقول لك انديكيتر يا اما اسيدك يا اما بيزك، ما بتقولكش البي اتش بتاعته كام،
يبقى بيكتشر اوف انديكيتورز يستخدم في الرد ديترمينيشن للبي اتش بتاعتي، بس ما ينفعش استخدمه في الكوانتيتيشن. يعني ما ينفعش استخدمه عندي بعمل تيتريشن عايز احسب كوانتيتيف اناليسيس، دي بقول البي اتش بتاعتي ما ينفعش استخدمه في الكوانتيتيف ديترمينيشن للانبوت بتاعتي، مش هقدر احسب اعمل كوانتيتيشن للسولت او الاسيد البيز او الاسيد بتاعي. تاني نوع screened indicators. screened indicator screened indicators دول عبارة عن mixture من indicator و die. indicators نوع الindicator ده بيتكون من صبغة مع indicator، صبغة زي indigo كرمين والانديكيتر زي المثال اورنج. انديجو كارمين صبغه او الداي، مثال اورنج هو الانديكيتر بتاعي. طب ايه مستر انديكيتر ده؟ بيديك شارب تشينج في اللون بتاعي. اللون بتاعي بيبقى التغير بتاعه شارب، شارب تشير ان شاربر كلر تشينج. التغير بتاع اللون بتاعي بيبقى شارب، يعني عند الانبوت ايه بحس اللون، بشوف اللون كويس. تمام يا جماعه؟ يبقى انديكيتور عباره عن السكرين دول عباره عن ميكشر من داي مع انديكيتور، مثل الاورنج مع انديجو كارمين انديكيتور. مستر انديكيتور ده انه يديني شارب تشينج في الاند بوينت بتاعتي. تالت نوع من انواع الانديكيتورز اللي هو ميكست انديكيتورز. ميكست انديكيتور ميكشر من تو انديكيتورز، ميستو انه بيحسني للسمول تشينج في الاند بوينت، سوري للسمول تشينج في البي اتش، بيحسني للسمول تشينج في البي اتش. يعني بي اتش كانت واحد وكانت خمسة وواحد من خمسة لها في لون، في لون خمسة وواحد من عشرة في لون تاني، خمسة واتنين من عشرة في لون تالت، خمسة واربعة من عشرة في لون رابع. تمام؟ فهو بيحس للسمول تشينج في البي اتش بتاعتي، اقل تغير في البي اتش بيحسها لي. طب الانديكيتور ده يعتبر كويس ولا وحش؟ هترك الإجابة ليكم تفكروا فيه. Fluorescent Indicators عبارة عن رابع نوع. Fluorescent Indicator عبارة عن Organic Compounds have Fluorescent Character. إيه معنى Fluorescent؟ نسمع عن الكالر بين بنشتريه من المكتبات عشان نذاكر بيه. كالر بين هو اسمه كالر بين، لأنه كالر بين معناها بيطفي اللون، مش بي يعني أنا عندي لون كتابتي باللون الاسود عايز اظهر الكتابه دي، لو جبت عليها كلر لون كلر ليه لون، لا اللون ده بيطفيه بيقفل، يعني اسود عملت عليه كلر بين بلون برتقاني المفروض يطفيه لون، لا اسمه فلورسنت بين او فلورسنت لايت بين. فلورسنت معناها لايت، بيديني لايت، بيوهج لي بيعلم لي على الكتابه في المذكره او في الورق بتاعي لايت، بيديني اضاءه ليها بحيث اني اقدر اشوفها كويس في الحته المهمه اللي بعلم عليها. فلورسنت انديكيتور دي عباره عن حاجات ليها لايت تديني لايت في المحلول، دي بستخدمها في التربت سوليوشنز او الحاجات اللي ليها لون ملونه تربت والكالرد سوليوشن. مثال ليها الانديكيتور زي الايوسين والامبليفرون، دي الامثله بتاعت الفلورسنت انديكيتور. ان شاء الله الفلورسنت هناخده السنه الجايه في السبكتروم الفلورسنت ان شاء الله بالتفصيل السنة الجاية إن شاء الله. بعد كده في التربيديتي انديكيتورز. التربيديتي انديكيتورز دي مركبات ليها مولكيولار ويت عالي، تبقى إما أملاح من أحماض ضعيف أحماض ضعيفة أو قواعد ضعيفة. طيب الميكانيزم بيشتغل ازاي بتاعتها؟ دلوقتي انا عندي اعمل اناليسيس لسولت ملح، قاعدة سوري، هعمل اناليسيس لقاعدة، هستخدم التربت انديكيتور ولا تربت انديكيتورز، بالغالب هاخد معاها اسيديك انديكيتور، ويك اسيديك ليه مولكيولار ويت عالي. تمام، الويك اسيد انديكيتور ده مع البيز بيبقى دايب في المحلول بتاعي، وبنزل بالاسيد التيترانت من فوق، انزل على البيز بعمل نيوتراليزيشن، طول ما في بيز تحت الانديكيتور بتاعي دايب،
الانديكيتور بتاع داي، الانديكيتور بتاع داي، الانديكيتور بتاع داي. اول ما تخلص الاند بوينت بتاعتي تيجي، اول نقطه زياده من الاسيد هيرسب الانديكيتور بتاعي انه بيدوب في الالكلاين، وبيبقى راسب مع الاسيد، فيديني تربيتي في العمود، بعرف كده البي اند بوينت بتاعتي. والعكس برضه لو عندي اسيد هستعمل انليسيس اسيد، هستخدم معاه انديكيتور ويك بيز. الويك بيز هتدوب معايا في الاسيد تحت، وانزل بقاعده من فوق، تيتريشن للاسيد، تيتريشن للاسيد، تيتريشن للاسيد. اول ما اخلص الاسيد او نقطه زياده من البيز هتروح مرسبه لي الانديكيتور البيز بتاعها، اللي ما بيدوبش في البيز بتاعته، بيدوب في الاسيد. تمام، يديني تربيتي، فبالتالي اعرف بيها الاند بوينت بتاعتي.